إذا أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا من خلال هذا البث المباشر بطبيعة الحال من أمام المحكمة الابتدائية بفاس. بطبيعة الحال القضية ديال بوكريشا اليوتيوبر اللي أثارت جدل واسع، بطبيعة الحال الأحكام صدرت اليوم قبل لحظات، وغنشوفوا المستجدات على لسان يعني مجموعة من اليوتيوبر. كنا بغينا ناخذوا التصريح ديال المحامي، للأسف كنا كنتظروه لم نتمكن باش اننا ناخذوا التصريح ديال المحامي، وكنشوفوا الاجواء كيفاش دايره بطبيعه الحال خارج المحكمه بعد ما تم اصدار الحكم على بوكريشا بسنتين حبسا نافذه بطبيعه الحال، واللي فيها عبره لربما لمجموعه من القنوات. القضاء خط احمر، القضاء مؤسسه اللي بطبيعه الحال خصنا نحترموها ونقدروها. اكيد الاحكام اللي صدرات بطبيعه الحال خلات هنا يعني مجموعه من القنوات كلشي كينتظر وكيشوف. لربما غنبقاو معكم متابعينا ونشوفوا الاراء بطبيعه الحال ديالهم كما كتشاهدوا معنا. حاله ديال الترقب كانت اكيد مجموعه من القنوات اللي اكيد كان بطبيعه الحال الراي ديالهم كانوا كيعطيوه خارج المحكمه. بطبيعه الحال كل شيء كان كينتظر اصدار الحكم، والان قبل لحظات تم نطق بالحكم. اكيد جوج ديال السنوات سجنا نافذه، يعني بكل صدق لربما هذا الحكم عبره لمن لا يعتبر، الناس اللي كيبقاو يخرجوا وكيعتبروا بان لربما التصريحات ديالهم في اليوتيوب راه ما كيتي، راه كيتم كل صغيره وكبيره اكيد كيتم يعني الـ يعني الـ يعني الـ الاخذ بها، ما ماشي مجرد يعني كنبقاو نقولوا اللي قلنا لا. بطبيعه الحال القضاء خط احمر. اذا متابعينا الكرام غناخذوا مجموعه من التصريحات ديال اليوتيوبر حول يعني هذا يعني الحكم الصادر. اكيد بطبيعة الحال حالة كتشوفوا عدد كبير ديال القنوات اللي كاينة هنا أمام المحكمة، مجموعة من القنوات، وغنبقاو معكم بطبيعة الحال للكشف. خويا السلام عليكم. صباح الخير. كلشي بخير. الله يحفظك. نشوفوا اليوتيوبر ماركو الآن. سي ماركو، بطبيعة الحال أنت كيوتيوبر الحكم الصادر يعني في حق بوكريشا بسنتين سجن نافذة، كيفاش تلقيتوا أنتم هذا الخبر؟ السلام عليكم متابعين ديال شوف تي في، تحياتي لكم. اول مره كندير مداخله في شوف تي في، شرف كبير لي صراحه فهاد قناه صوت الشعب، وشرف كبير لي. نعم خويا العزيز، تلقينا هذا الخبر بصدر الرحب بصراحه باش ما نكذبوش، حيت التطاول على القضاء المغربي النزيه اللي هو كنشوف واحد الهرم ديال اللي كيمثلنا احنا كمغاربه، وهذه رساله، هذه رساله صراحه لاي واحد اللي عنده نيه انه يتطوع على القضاء المغربي النزيه. النتيجه كتشوفوها اليوم، النتيجه هي سنتين نافذه، يعني رغم خروج المحامي بان الموكل ديالو خرج باعتذار النيابه العامه، لكن فات الاوان. يعني الانسان ملي كيمشي يخرج واحد الكلمه ما كترجعش. هذه راه سلطات. تحيه للقضاء المغربي النزيه، تحيه للسلطات المغربيه كاملين قاطبه، وليس فينا صاحب الجلاله الملك محمد السادس، ليس فينا يا ربي. خويا ماركو، واش ربما القنوات غياخذوها عبره وغيعتبروا لربما باش يبقى لربما حتى المحتوى يزيان؟ نعم، بزاف ديال القنوات اللي غادي ياخذوها عبره، وبزاف ديال الناس اللي غيدخلوا الجحور ديالهم، سيرتو الانفصاليين، وكذلك الناس اللي عندهم جو اللي كيمثلوا بانهم وطنيين، وهما هما كيعطيونا الافكار ديالهم الانفصاليه. وكذلك رسالة حتى القنوات، كونوا حاضرين في الكلام اللي كتخرجوا به في القنوات ديالكم، ما يغركمش الادسنس، ما يغركمش اللي لايك والمشاهدة طالعة. راه زلت لسان، راكم سمعتوا المحامي شنو قال، مجرد زلت لسان، لكن فات الأوان. زلت لسان مشات بعامين الحبس. كونوا حاضرين أصحاب القنوات، كونوا عطوا انتقاد اللي هو انتقاد منا، وحتى السب والشتم حاولوا انكم تحيدوهم من القنوات ديالكم، والوالدين حتى هما خط احمر، ولكن القضاء المغربي النزيه اليوم العالم يرفرف فوق المحكمه في فاس، فرحان بهذا الحكم، وهذه رساله لجميع القنوات، كونوا حاضرين في زلات اللسان ديالكم. نعم شكرا. اذا كما سمعتوا اليوتيوبر ماركو بطبيعه الحال عبر على الراي ديالو، قال لك بان بطبيعه الحال غتكون عبره لمن لا يعتبر، عبره مجموعه من القنوات اللي كيبقاو بطبيعه الحال في تبادل الرشقين لربما بالكلمات الجارحه في القنوات ديال اليوتيوب. ماشي كل شيء ما كنهممش، وانما الكثير من القنوات الان كما كتشاهدوا معنا، كاين اللي فرحان بالحكم، كاين اللي يعني بطبيعه الحال كل واحد شنو الراي ديالو. حنا كنحاولوا اننا ننقل لكم شنو واقع
هنا من خلال يعني المحكمه الابتدائيه بفاس بطبيعه الحال كانت متابعه ديال الراي العام المحلي والوطني لهذه القضيه ديال بوكريشا بحكم لان كتعلق باهانه يوتيوبر للقضاء المغربي. اذا الحكم واضح جوج ديال السنوات. في نظركم واش جوج سنوات يعني كيفاش تلقيتوا انتم هذا الخبر وكيفاش تلقيتوا هذا الحكم الصادر بطبيعه الحال في حق بوكريشا بسنتين سجنا النافذه؟ اذا المتابعين غنحاولوا ناخذوا مجموعه من القنوات اكيد اخرى ونشوفوا الراي ديالهم بخصوص هذه الاحكام الصادره بخصوص اليوتيوبر بوكريشا. اذا الحاله ديال هنا كتشوفوا تواجد عدد كبير بطبيعه الحال كل واحد كيقول الراي ديالو. سنتين سجنا النافذه لليوتيوبر بوكريشا. غنبقاو بطبيعه الحال مع باقي التصريحات. غنحاولوا نزيدوا ناخذوا تصريحات اخرى اكيد. غنحاولوا نشوفوا بطبيعه الحال اخي. نعم اجل هنا الله يكثر خيرك الله يحفظك يسمح لي الله يحفظك. شوفوا كذلك احد يعني القنوات الشهيره على مستوى مدينه فاس العوله الفاسيه ومن لا يعرفه بطبيعه الحال. شوفوا الراي ديالو بخصوص هذا الحكم الصادر في حق بوكريشا سنتين سجن النافذه. في نظرك انت كيوتيوبر كيفاش تلقيتي هذا الخبر ديال الحكم؟ واش غادي نقول لك الخبر كنا كنتسناوه هذا الخبر لان ماشي هنا راك ساتي الجهاز على قدو قداش. انسان سال واحد الجهاز يعني اللي كيعطي الحق للمواطنين والمواطنات، جهاز اللي راه كيسير البلاد ما يمكنش ان نسيئوا ليه. فبالنسبه للعقوبه ديال سنتين راه لا والو بالنسبه انسان مؤسسه قداش مؤسسه قضائيه. ملي كتسمع مؤسسه قضائيه راه هي اللي كتسير البلاد. راه ما يمكن نعم واش غتكون عبره لمن لا يعتبر هذا حكم اللي من سولت له نفسه ان يسيء المؤسسات فغادي يكون مصيره اكثر من هذه الشهاده. غادي يكون مصيره اكثر من هذه الشهاده. وهنا الحمد لله هذا غادي يكون عبره وكل شيء دابا غيشد فمه وكل شيء غيلجم لسانه وكل شيء غيجمع راسه وغيعرف راسه الى سال شي مؤسسه ها شنو تابعك. غادي يكون الحكم معروف مسبقا اشنو تابعك. الناس اللي كتعميهم لربما الارباح الماديه ديال ادسنس وكينساو بان راه كاين مؤسسات في البلاد. نعم كاين القضاء كاين الامن الوطني كاين مجموعه من المؤسسات اللي خصنا نحترموهم ويبقى واجب علينا لاننا نحترموهم. شنو تقول لهذه القنوات؟ هاد الناس هادو اللي تيقول ان كاين رشوه في البلاد. الرشوه راها الجهاز النيابه العامه هي اللي كتحارب الرشوه في الرقم الاخضر. ومني كتصل على قضيه الرشوه راه كتجاوبك النيابه العامه. فهنايا تحيه كبيره للنيابه العامه اللي الصاهره على محاربه الرشوه. فاكيد كيفاش انك هاد النيابه العامه وهذا القضاء اللي كيحارب الرشوه بالرقم الاخضر واي مواطن يتصل بهذا الرقم هذا الا وغادي يكون النيابه العامه معاه. فكيفاش انت تسيء ليها بهالطريقه هذه؟ راه ما يمكنش. راه كل انسان كيبغي الحق ديالو كيجي لهذه البنايه هذه كيجي لهذه المؤسسه هذه وكياخذ حقه. فعلاش نتوما كتسيئوا ليهم؟ وهنا اللي كيسيء المؤسسات فمصيره السجن. السجن غيكون عبره من لا يعتبر. وتحيه لشوف تي في. شكرا لك خويا بارك الله فيك. اذا احد اليوتيوبر المعروف اكيد هنا على مستوى مدينه فاس العوله الفاسيه صرح وقال هي عبره لمن لا يعتبر. نعم ناس اللي كيبقاو لربما يخرجوا بتصريحات غير مسؤوله فهذا هو لربما العبره. نتمنى صادقين باش لان بطبيعه الحال تكون القنوات يقدموا لنا واحد المحتوى يليق يا لربما بالشعب المغربي وتطلعات الشعب المغربي. ما نبقاوش نشوفوا فقط الامور ديال السب والشتم والقذف واللي كيعاقب هي جنحه بطبيعه الحال. كنشوفوا دابا قنوات كيبقاو يخرجوا سب فيا نسب فيك وهذا الشيء ما كيشرفش ما غتعطيوش افاده للشعب المغربي. انت عندك الالاف ديال المشاهدات عندك الالاف ديال المتابعين شنو هي الاستفاده اللي غتعطي للمواطن المغربي؟ دير لنا شي محتوى اللي يكون بطبيعه الحال محتوى في المستوى اللي فرحوا به المغاربه. يلا غنشوفوا احدى القنوات ديال اليوتيوب ايضا نشوفوا ميمي ستار هي ناخذوها بعد لحظات على ما تنتظر وناخذوها. اذا كتشاهدوا حاله ديال ترقب هنا امام المحكمه عدد كبير ديال القنوات ديال اليوتيوبر اللي كاينين بطبيعه الحال هنا كينتظروا يعني كل واحد كيدلي بالدلو ديالو اكيد متابعينا الكرام. اذا كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام تواجد قلت العشرات ديال قنوات اليوتيوب هنا. نتمنى صادق باش لان هذا الحكم يكون عبره لمجموعه من القنوات. شوفوا الاحكام الصادره بحق بطبيعه الحال بوكريشا سنتين سجن النافذه يعني غتخرج تقول كلمات راه محسوبه عليك.
ماشي يعني غتقول كلمات صافره بها ما سمعك حد ما شافك حد. النيابه العامه المحترمه خصنا نبقاو نحترموا القضاء ونحترموا المؤسسات، وهذا الحكم غيكون درس لمجموعه من القنوات اكيد. متابعينا الكرام غادي نكتفي بهذا القدر، الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر. السلام عليكم ورحمه الله.